يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني بزيارة إلى الجزائر تستغرق 3 أيام، وذلك بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. ومن المقرر أن يبحث الرئيس الموريتاني مع تبون العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في ملفات ليبيا والأمن في منطقة الساحل وتعزيز الاقتصاد. معنا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور زهير بوعمامة. دكتور زهير، مرحبا بك معنا. إذن ما المنتظر وما الذي تعكس هذه الزيارة لتعتبر الأولى من نوعها لرئيس موريتاني منذ عقد؟ مساء الخير. هذه زيارة ذات أهمية بالغة بالنسبة للطرفين. بالنسبة للجزائر أعتقد أنها تأتي في سياق انتباه البلد لما يمكن أن نسميها الجغرافيا السياسية. البلد الآن يصحح أخطاء كثيرة، فراغ وتأخر في التعامل مع دول الجوار في الحدود الجنوبية، وهناك الآن إعادة توجيه للسياسة الخارجية نحو هذه المناطق. ولا شك أن عمقنا الاستراتيجي الآن في بعديها الأمني والاقتصادي موجود هناك، ولا شك أيضا أنه في تقدير الجزائر موريتانيا قطعة أساسية في هذا العمق الاستراتيجي. بالنسبة لموريتانيا أعتقد أنها أيضا تدرك، وهذا ما سمعناه على لسان قادتها وحتى محلليها، أن الجزائر يبقى البلد الأكبر في المنطقة، الدولة التي لا غنى عنها، وهذا التقارب، هذا التصعيد في العلاقة إيجابيا لديه فوائد كبيرة جدا بالنسبة للطرفين. هناك يعني اتفاقيات كثيرة ستوقع بين البلدين، هناك توجه على الأقل منذ عامين لأجل تكثيف التبادل والتعاون الاقتصادي، هناك فتح لمعبر حدودي وتجاري يعني سهل وزاد من وتيرة التبادلات التجارية لأن تضاعفت أكثر من 210% في السداسي الأول من هذا العام، والطموحات كبيرة جدا على أساس أن في الجزائر هناك خطة متكاملة كما قلت الذهاب نحو هذه الدول، نحو موريتانيا ونحو أبعد من موريتانيا من خلال موريتانيا. موريتانيا بالنسبة للجزائر تعد سوقا، تعد فرصة اقتصادية كبيرة، ولكنها أيضا بالمحددات الجيوسياسية معبرا لما بعد موريتانيا إلى أفريقيا الغربية، إلى أفريقيا الوسطى. على الصعيد الإقليمي المغاربي دكتور زهير، يعني أعرب الرئيس قبيل التوجه إلى الجزائر أن المنطقة أو الشعوب تدفع الكلفة بالنهاية، وعرض مسألة وساطة أو ربما سعي للتهدئة. أي فرص أمام موريتانيا؟ نحن لا شك نتشارك هذا التشخيص مع الرئيس الموريتاني، ولكن أعتقد أن الرئيس الموريتاني لم يعرض بصفة رسمية وساطة بين الجزائر والمملكة المغربية كما تقصدين. الحديث هو عن أن الرجل كما الجميع يريد مناخات إقليمية أفضل، يعتقد كما يعتقد الآخرون أن هذا التوتر يؤثر على عموم المنطقة، ولكن أعتقد بأنه في الجزائري هو قال إذا طلبت. سمعنا كلاما يقول أننا مستعدين في تصريحه لوسائل الإعلام أنه مستعد للقيام بعمل ما إذا طلب منه. لا أعتقد على الأقل في هذا الوقت بالذات أن الجزائر ستطلب من الرئيس الموريتاني ذلك، لا شك ستضعه في الصورة، ستعطي له الحقائق التي تجعل الموقف الجزائري الآن على ما هو. طيب، وأعتقد بأن هذا ملف من بين ملفات كثيرة ربما ليس لديه الأولوية بالنسبة للجزائريين الآن. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور زهير بوعمامة، شكرا لك.